مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقع. نتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح الأجواء دافئة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وأيضا هناك أتربة مثارة خاصة شرق المملكة وجنوب المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون غدا تحت تأثير كتلة هوائية دافئة نسبيا، وبالتالي تكون درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب في ساعات الصباح الباكر. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يوم غد الخميس أجواء ربيعية معتدلة مشمسة في النهار، لطيفة بالليل لكن تميل للبرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة ما بين 22 إلى 23 والصغرى المتوقعة 14. الجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة مع نشاط في سرعة الرياح، وبالتالي هناك إثارة الغبار والأتربة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية. الأجواء أثناء الليل غائمة جزئيا بعد منتصف الليل وصباح يوم السبت، هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، والصغرى المتوقعة 10 درجات. السبت انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تتأثر المملكة اعتبارا من يوم السبت بكتلة هوائية باردة نسبيا وأيضا رطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكاثر الغيوم. تصبح الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات، ودرجات الحرارة طبعا أقل من المعدل، الأجواء باردة نسبيا. الحرارة العظمى المتوقعة 16، وأثناء الليل أجواء غائمة جزئيا وباردة، وأيضا سقوط زخات متفرقة من المطر، والصغرى المتوقعة 8 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات المختلفة من المملكة، نبدأ في المناطق الشمالية: إربد 26-16، عجلون 25-15، جرش 26-17، المفرق أجواء مغبرة 26 إلى 14 درجة مئوية. أما المناطق الوسطى: البلقاء 24-15، مأدبة 22-16، وأيضا عمان 22-14، الزرقاء 25-16. أجواء ربيعية معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكنها بتميل للبرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. البحر الميت والأغوار أجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا، 31 إلى 23 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية من المملكة: الكرك 23-16، الطفيلة 23-16، الشراه 21-14. العقبة أجواء حارة نسبيا في النهار لطيفة بالليل 33-22. إمعان أجواء مغبرة 25 إلى 15. أما المنطقة الشرقية من المملكة أجواء مغبرة بشكل عام وأيضا دافئة إلى حارة نسبيا، الأزرق 29-16، والصفاوي 28-14، والرويشد 30 إلى 15 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم
مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.